لانه الشيخ ذاته عنده الناس طبقات. تكون تعبان زي انا كده عشان اقول لك المبروك ما بيعرف اسمك ده نمره واحد. نمره اثنين تقول له ابو الشيخ والله انا طبعا العماد دي شويه كده الرزق تعبان وكده ما العقيده خربانه والمرا عيانه وكده. ابو الشيخ قال لك الله ادينا حاجه كده ادينا فاتحه عشان عادل اقول لك هوب عادينا بديك لها بسيطه. لكن لما يجي واحد صوفي لكن راكب براده مين ما يجي من هناك اوه فلان كيف بيعرفوا باسمه. بعدك لما اقول له ابو الشيخ ادينا الفاتحه ذاك ما بيعصروا البراده دي ورا بتكون شايله حاجات كثيره. ذاك بقول له طبعا اوه ضالين امين ضالين امين فهمت؟ لانه ده عنده في البراد ورا هنا عنده حاجات كثيره وانت مسكين ساكت. وصيه القحطاني بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.